بديهي. طيب احنا طبعا اليوم موجودين في القدس العتيقة، القدس الشريف، عند باب العمود طريق الواد، وبيشرفنا طبعا. انا كنت حريص جدا لما اجي على القدس، لما كنا نتابع الالعاب الاولمبية كان شرف لنا طبعا، وشرف لكل فلسطيني وشرف لكل عربي انه بتكون مشاركة فلسطينية. وطبعا من القلة القليلة اللي شاركت باسم فلسطين كان بطلنا الاولمبي اللي هو ماهر ابو ميلة، اللي بيشرفنا انه نكون معاه اليوم ونشوف كيف الرجال كادح ومثابر، وطبعا شرف كبير جدا لما رفع العلم الفلسطيني. وانا بصراحة لما شفت المنظر هذا وشفت كمان التقرير، كان تقرير تلفزيوني رائع عن التدريبات اللي كان هو مسويها مع الشباب، كمان كان شباب كمان تانيين كان في الفريق الأولمبي، وهو حصل بمجهوده الشخصي، استطاع بمجهوده الشخصي، لأنه كل دولة ممكن ترشح بعض اللاعبين حتى يشاركوا الألعاب الأولمبية، لكن الإشي اللي بيرفع الرأس أنه الشاب ماهر استطاع بمجهوده الشخصي أنه يوصل للمشاركة الأولمبية بمجهوده، وليس بمشاركة عن طريق الدولة بالترشيح. فهذا طبعا شرف لإلنا، وأنه شاب من شباب القدس، من شباب القدس العتيقة، القدس الشريف، عاصمة الدولة الفلسطينية، يكون موجود ويمثل بلادنا. ونتمنى طبعا له كمان مشاركات تانية، وهذا شرف لي طبعا أنه نكون موقف قدام هالشباب الطيب. وأنا بحب أعطي هلا، طبعا أنا تكلمت كتير هلا تكلمت زيادة عن اللزوم، بس أنا بحب طبعا نسمع منه. مش شرفنا والله، وهذا فخر لإلي طبعا. أنا بعتز فيه وبعتز بكل الفلسطينيين كمان، لسالم الخالد بالشتات وهم تابعونا وتابعوا الأمور الحفل هذا الرياضي اللي هو بنعد يعني المهم في كل الألعاب الرياضية اللي هو رأس الهرم. وطبعا الواحد أنا إلي الشرف والفخر إني مثلت دولة الأولمبية في لندن ورفعنا العلم الفلسطيني. وكمان مش بس هيك، إنه كمان من ابن القدس، يعني ابن البلد القديمة هو اللي رفع العلم الفلسطيني. كنت سفير لبلدك. سفير. سفير مش بس محمد عساف سفير، هذا سفير رياضي، كل واحد في مجاله. هذا سفير رياضي. عساف كان كتير رائع في مجال الفن، في مجال الفن. وانت سفير رياضي. سفير رياضة في مجال الرياضة. وانت سفير العلمي. وانا سفير العلمي. يلا وهذا سفير التصوير. التصوير. اهلا وسهلا فيكم والله. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم. طيب اعطينا انطباعك كيف بالالعاب الاولمبية، كيف شو اللي استفدت منه؟ طبعا هاي المغامره اللي انا طلعتها دوله الالعاب الاولمبيه كثير كانت رائعه. لانه بتعرفي انا شاركت بطولات عالم، شاركت بطولات اسيويه، بطولات محليه قاريه، بس كاولمبياد لا. الاولمبياد كان بيجمع اول شيء اللي هو بسموها النخبه اللي كل ابطال العالم. يعني احنا لما روحت غاد شفت كل ابطال العالم من جميع انواع الرياضه، مش بس لعبه واحده، كثير العاب رياضيه واشياء كثير. فهذا كثير اعطاني خبره، اكتسبت كثير اشياء. يعني احنا كان من 206 دول عندنا موجود مثلا الوزن تاعي 30 دوله اللي هم بسموها البيست او افضل شيء في لعيبه الجيم. طبعا هذا انجاز انك تصل جنب لاعبين ابطال عالم او ابطال محليين تشوفهم ويشوفوا تتابعوا عليهم. فكثير اخذنا خبره تدريبات، كان عندنا معسكر تدريب 10 ايام في لندن قبل ما نروح. فانا استفدت كثير وتعبت مع كل الابطال تقريبا، كانوا حابين انه كان فلسطيني اول مره بيشارك في الاولمبياد ومجهوده الخاص، فهم تفاجئوا كثير يعني انه كيف لاعب فلسطيني من امكانيات ضعيفه وضئيله يوصل مجهود الشخص لحاله انه قدر يوصل للاولمبياد. فكانوا كثير كثير ناس غاد عم يستنوا فينا يعني التقارير وصوروا معنا وانبسطوا وحبونا وعطونا يعني خبره كثير كويسه. وحابب تشترك اللي جاي؟ والله اللي جاي احنا في امل، حاطين خطه انه نشترك عليها. توفيق من الله ان شاء الله. بندعي لك ان شاء الله وبنعطيك كل السبورت. يا رب يا رب والله ان شاء الله. يعني شرفنا والله. انا هاي وبدنا هاي حق. ها هاللي وها كمان شو عندي. الله يخليك. اهلا وسهلا. يعني شرف لنا وشرفنا دائما نشوفك دائما بخير. الحمد لله رب العالمين. انا كثير فخور فيك. لا فخور والله موجودين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا من القدس الشريف.